تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الحكومية، أطلقت وزارة الصحة خدمة حجز المواعيد الإلكترونية المسبقة لمراجعة عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة. نعم، وتشمل هذه الخدمة عيادات الممارس العام والأمراض المزمنة والسكر، وتهدف إلى تجنب الازدحام والتكدس بين المراجعين وتقليل فرص انتقال العدوى، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات الصحية التوعوية للمرضى. تشعر بأعراض؟ تعاني من آلام؟ هل ترغب بزيارة طبية عند طبيبك المختص في المركز الصحي؟ ما عليك سوى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الخاص بجزئية الخدمات العامة ومن ثم المراكز الصحية، وبإمكانك اختيار الوقت الذي يناسبك. رصدنا بكاميرتنا الإخبارية آلية العمل المتبعة في إحدى المراكز الصحية المبنية على ضوابط واشتراطات معينة. تم تطبيق نظام أخذ المواعيد حق العيادات التخصصية اللي تشمل عيادة السكر وعيادة الأمراض المزمنة، وبنفس الوقت هم العيادات العامة، استحداث وجود عيادة عامة. أوكي، طبعا عشان نطبق هالشيء هم كان في التزام ببعض الضوابط، مثل حضور المريض بشخصه هو المريض فقط بدون وجود مرافق حقه، إلا في حالات معينة مثل الأطفال، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا في حالة إمرجنسي، مع التزام المريض وقت حضوره أنه يكون لابس الماسك وإجراءات الوقاية. بإمكانك خلال دقائق معدودة أن تقوم بحجز موعد مسبق في المركز الصحي من خلال هاتف المحمول. النظام يتيح حجز 6 مواعيد في الساعة الواحدة للطب العام و4 مواعيد في الساعة للتخصصات الأخرى. دشين على الابلكيشن نفسه، تحطين موعد، اختيار موعدي، اختيار موعد حجز موعد صحي، بعدين تعبين بيانات رقم المدني ونوع العياده، في انواع عياده، في سكر مزمنه عام، تختارين واحد منهم يطلع لك الوقت، من تختارين الوقت يطلع لك الباركود نفسه على طول، تجين مسوسه الباركود تاخذينه حق الاستقبال. المواطنون ثمنوا هذه الخدمة التي فرضت نفسها في هذه الظروف الراهنة ولها ثمار إيجابية على المرضى والطواقم الطبية. في مصلحة للمواطن حتى يلتزم في القواعد الصحية، الابتعاد عن الآخرين، وذلك لسلامته وسلامة المجتمع. إذا وصلت هنا يعني ما راح أحتك مع مرضى وايد، وما راح أتأخر، راح أدش على الطبيب على طول، فهذه وايد وايد مفيدة يعني. خفف على الناس زحمة المواقع وزحمة المستوصفات، فيكون أفضل الاستمرار في العملية هذه. حاليا أغلب المراكز توقف العمل في عيادات الطفل السليم والأمراض التنفسية ومكافحة التدخين، بالإضافة إلى البرامج الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون، لحين أن تفعل بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.